الوطن، حب الجار واحترام الآخرين والتصامم. كل هذه القيمة مهمة جدا للحياة السلمية والتماسك الاجتماعي. نحمد الله لأن بلادنا أصبحت أحسن مثال للتعايش السلمي واتحاد الأقوياء، كما نشكر الله بأن بلادنا يعيش في سلام والهدوء. يجب علينا أن نعمل كل يوم من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في بلادنا. ولهذا السبب أنا كمواطن ورئيس للجمهورية أقوم بشكل كامل بمراقبة الاستقرار الأمة والأمن الجمهورية. الأمن والاستقرار شيء مهم جدا، هو الخط الأحمر لا طلب فيه أبدا. إن الأفو العام الذي أعلنته في ختام منتدى الوطني الشامل يدخل في إطار المصالحة بين البنات والإبناء البلد. كعادته رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يدعو المواطنين التشاديين من أجل المحافظة على المكتسبات التي جاءت بفضل السلام المعايش في البلاد حاليا. وخطابه اليوم أمس عند تلقيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لم يخلو من ذلك، بل ألح رئيس الجمهورية على ذلك بسبب الوضع الأمني العالمي المتردي والذي يحتاج من أي مواطن في بلاده بالعمل من أجل التنمية وليس الخراب. الحب والتقارب والاحترام والعفو والعمل، عبارات كررها الرئيس في خطبه المتعددة آخرها عند ختام المنتدى الوطني الشامل الذي أثمر مخرجاته الجمهورية الرابعة التي نعيشها اليوم. فترة تحتاج إلى تضافر الجهود، إلى لم الشمل، نبز العنف، ترك الشك، المشاركة بالأفكار والمساهمة بالعمل وحب الوطن. نداء رئيس الجمهورية نحو أمة متماسكة ضرورة وواجب. لابد أن يعرف الجميع ما بنيت الدول ولم تنهض الأمم إلا بالوحدة ونسيان الماضي والتعهد لخدمة تشاد اليوم تشاد الغد وكما نريدها.